أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين، نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم، والبداية من العناوين. مبعوث البرهان إلى القاهرة يؤكد رفض الوساطة الخارجية ولا لقاء وجها لوجه مع الدعم السريع. الدبلوماسية بخطر في السودان بسبب التهديدات ومساع أممية لعدم تحول النازحين إلى لاجئين. مسيرات حاولت اغتيال بوتين في قصره، والرئيس الروسي ينشر فيديو يؤكد فيه أنه بخير. الحرس الثوري يحتجز سفينة في مضيق هرمز، الرئيس الإيراني في دمشق يغازل الأسد من بوابة العقوبات. البداية من السودان ومن كلام مبعوث البرهان إلى القاهرة الذي أكد أن لا وساطة ولا لقاء وجها لوجه مع الدعم السريع. السفير دفع الله الحاج علي وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة اتهم الدعم السريع بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة وقد نكث بها، وقال إن أي لقاء معهم أو مباحثات أو مفاوضات ستكون عبر وسيط. نحن قبلنا مبادرة الهدنة السعودية الأمريكية وليست وساطة لتحل النزاع حسب ما شرحت. الطرف الثاني إلى هذه إلى الآن لم يوافق على هذه الهدنة أو نقص عن إفادته الأولى ورجع عنها حسب تصريحات مسؤوليه اليوم. إذا استمرت هذه الهدنة الإنسانية التي شرحت الدوافع التي جعلت من فخامة الرئيس أن يقبلها، وفدنا لن يلتقي بمن سيرسل من حركة التمرد وجها لوجه ولن يقابله، وذلك قناعة بعدم اعترافنا وتصنيفنا لهم بأنهم حركة متمردة، إنما سيكون هنالك تواصل عبر الميسرين أصحاب المبادرة. لا قبول ولا موافقة لأي آلية دولية للتدخل في السودان في هذه المرحلة. إن كان ثم الدواعي لأي آلية تسهل مراقبة الهدنة، نحن أولا أقول يجب أن تتم بالتشاور معنا والوقوف على تفاصيلها وموافقتنا، ورؤيتنا أن تتم عبر دوائر انتمائنا السياسي والتي تمثلها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بعد التشاور معنا. مخازن أرضية تحت الجبل، مخازن أرضية تحت الجبل، عسكر سرراب تحت الجبل، التوسيق للتاريخ كل هذا خير خاصة للدعم السريع تركوها وولوا حاربين تحت الجبل، مخازن أرضية تحت الجبل، جبل سرراب، جبل هركاب، مخازن مخزن عملاق، مخزن كبير جدا جدا، آلاف مؤلفة من الذخائر والدعنات. من لندن ينضم إلينا الدكتور إبراهيم مخير عضو مكتب العلاقات الخارجية للفريق أول محمد حمدان دقلو. مرحبا بك دكتور إبراهيم. الجيش يقول بأنه لا تفاوض معكم بشكل مباشر إلا عبر وسطاء، ماذا أنتم قائلون؟
شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا. الموقف موقف أهلا بك. الموقف الفريق أول محمد حمدان دقلو هو موقف مبدئي. نحن بادرنا بالهدنة من أنفسنا من أول الأمر، وإلى اليوم لا نقوم بأي عمليات هجومية، ونحن أيضا ساعدنا في إجلاء جميع الرعاية الأجانب بدون أي إصابات، ومن ثم نحن منفتحين على أي مبادرة تقود إلى إطالة الهدنة بهدف وقف كامل لإطلاق النار. الحقيقة ما تقوم به المجموعة التي حاولت الاستيلاء على السلطة في السودان بأنها تمارس نفس الذي كانت تمارسه من قبل، ألا هي المراوغة وإطالة أمد معاناة السودانيين وإطالة أمد الحرب، ثم الفوضى الخلاقة حيث تحاول بقدر أن تدفع البلاد إلى حرب أهلية. نحن قبضنا على المراكز الاستراتيجية في العاصمة السودانية بقبضة من حديد، ثم قبضنا على جميع المداخل والمنافس، ولن نسمح لأي قوات أن تخترق هذا الجدار الذي صنعناه. لكننا بنفس الطريق الذي أجلينا به الرعاية الأجانب نستطيع أن نتقبل الإغاثات إذا ما توفرت النوايا الحسنة حول ذلك. نحن نسعى إلى إنهاء هذه المأساة المتطاولة بأسرع وقت، بينما تتلاعب هذه المجموعة من الإسلاميين المتطرفين وفلول المؤتمر الوطني السابقة الذين وقفوا ضد المسار الديمقراطي للبلاد يتلاعبون في حياة الناس ورزاقهم ومعاشهم وطريقة حياتهم. طيب، ألم تقفوا أنتم يا دكتور إبراهيم ضد المسار الديمقراطي عندما شاركتم بسحب السلطة من حكومة إبراهيم عبد الله حمدوك؟ دكتور إبراهيم، أولاً واحدة من المشاكل الأساسية في القضية السودانية هو عدم دقة المعلومات. المعلومات التي كانت تصل إلى المجتمع الدولي هي معلومات مغلوطة تصل من ناشطين سياسيين أو مقالات ركيكة أو فيك نيوز، أخبار مزيفة، ولذا بنى عليها المجتمع الدولي قراراته السابقة والتي ساهمت بشكل ما في ما نحن فيه اليوم. ما حدث أن الشعب السوداني عندما أسقط نظام عمر البشير الدكتاتوري الإسلامي المتطرف الذي يغطي كارتيل، مجموعة من المافيا تتلاعب بمليارات الدولارات من أموال الشعب السوداني وترتكب الجرائم باسم تحت غطاء المؤسسة العسكرية الجيش السوداني، هذا الكارتيل عندما سقط لم يرق له الأمر، فظل يعاند ويقاوم التفاوض لتسليم الحكومة إلى سلطة مدنية. الفريق أول محمد حمدان دقلو وضح ببساطة وبصورة واضحة أنه مع المسار الديمقراطي، ووقع على الاتفاق الإطاري وقال أنه سوف ينسحب من عملية سياسية، لكن الجيش هو الذي لم يوقع على الاتفاق الإطاري النهائي، وذلك ما أدى إلى هذه الأزمة. طيب سعادة المستشار، أليس من المبالغة القول منكم بأن هذا الجيش بات يسيطر على قراره إسلاميون وهذا الجيش عمره 100 عام؟ يعني هذه مسألة يقول لكم ضباط عسكريون في المؤسسة العسكرية السودانية نحن مستقلون ولا نأخذ قرارنا من أحد. يا أخي، الجيش السوداني مؤسسة نسعى ويسعى السياسيون السودانيين عبر الاتفاقيات السابقة جميعها على إصلاحها. الجيش السوداني يعاني من مشاكل حقيقية، هنالك 16 انقلاب منذ استقلال السودان عطلت مسار التنمية والديمقراطية والاستقرار،
هنالك عشرات من القتلى بل آلاف من القتلى سقطوا في حروب أهلية في جنوب السودان، جبال النوبة، دارفور، والآن في الخرطوم يقاتلهم الجيش الوطني السوداني. لا بد من الاعتراف بأن هنالك مشاكل حقيقية، لكن هذه المشاكل تفاقمت بسيطرة هذه المجموعة، والتي أرادت أن وما زالت تتلاعب باسم الدولة السودانية مسيئة لسمعتها في المجتمع الدولي، وتحاول أن تمرر أجندتها. لا يمكن العودة إلى الخلف، لا يمكن في هذا القرن أن يرضى السودانيين، وقد قالوا كلمتهم عام 2019 في الثورة، أن يرضى السودانيين بحكومة عسكرية متطرفة كي تحكمهم 300 عام مرة أخرى كما حكمهم 30 عام. لا يمكن أن يرضى المجتمع الدولي للسودان بهذا. طيب، يتهمكم الجيش كذلك يا دكتور إبراهيم وأنصاره بأنكم يعني تزورون الحقائق بنشركم فيديوهات سابقة لبداية تحرككم والقول بأنها انتصارات جديدة، وبالتالي مسألة الدعاية مستمرة منكم. الواقع أننا كما قلت وأسلفت أن أبطال الأشاوس من الدعم السريع يسيطرون سيطرة على المواقع الاستراتيجية، وقد ظلت هناك بعض الجيوب. هذه الجيوب القادة العسكريين قد اتخذوا بعض القرارات بأن لا يدخلوها الآن حيث كي لا تكثر يعني الإصابات والضحايا، وخاصة أنها موجودة في قريبة من بعض المناطق السكنية المدنيين. كذلك باعتبارك أتيت على المناطق السكنية دكتور إبراهيم، يقولون بأنكم يعني تقتحمون منازلهم، وهذه فيديوهات كذلك تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأن عناصر من الدعم السريع يدخلون إلى هذه البيوت وينهبون ما فيها. قوات الدعم السريع قوات نظامية عالية المستوى والتدريب، ودربت على يد خبراء الجيش أنفسهم. الجيش هذا الجيش أنفسه هو الذي درب هذه القوات لتقوم بمهام في داخل البلاد كالفتنة، قمع الفتنة، التصدي للفتنة القبلية، ثم مهام دولية. أنت تدري أن المأساة التي حصلت في البحر الأحمر لولا الجهود الضخمة التي قام بها الدعم السريع في التصدي لتجارة البشر عبر الصحراء وتجارة وتهريب الأسلحة لما انتهت. كذلك قمنا بمهام دولية معروفة. فكون أن هذه الدعايات حول جنودنا قد تنشر، أنا أعتبرها دعاية رخيصة ليس إلا. طيب، اعتبرتم الشرطة محايدة يا دكتور إبراهيم فيما سبق، الآن الشرطة تقول بأنها تريد أن تحمي المواطنين منكم، يعني كيف سيكون الموقف والتعامل مع الشرطة الآن؟ يا أخي، أنت في مناطق قتالية، راجع القانون الدولي حول المناطق القتالية ومن الذي يسأل عنها وعلى انتهاكات التي قد تحدث فيها. قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها الآن، انظر إمدرمان فتحت الأسواق، في مناطق أخرى هنا تم رد الذين يسرقون والذين فتح لهم هؤلاء الإسلاميين السجون كي يهربوا قادتهم من المؤتمر الوطني. القادة الآن موجودين في أماكن وضيافة الجيش السوداني، هؤلاء المطلوبون للعدالة موجودين أيضا في ضيافة الجيش السوداني، ثم فتحوا الباب لكثير من اللصوص والقتلة لينهبوا. لكن راجع نفس الفيديوهات لترى أن قوات الدعم السريع تقوم بسيطرة كاملة على مناطقها، ثم وتمنع العنف وتلقي القبض على من يخترق السلام في هذه المنطقة. نحن نحذر ونؤكد، نعم شكرا، ونود صادقين أن ينتبه الدولة إلى سلامة المواطنين والتركيز على الهدنة والهدنة المطلقة ووقف قصف الطيران والمدفعية الثقيلة العشوائي.
شكرا جزيلا لك من لندن الدكتور إبراهيم مخير، عضو مكتب العلاقات الخارجية للفريق أول محمد حمدان دكلو. على الرغم من الهدنة السادسة المعلنة، تجددت الاشتباكات اليوم في محيط القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربي المجاورة، حيث تتمركز قوات دعم السريع. أفاد مراسل الحدث اليوم بقصف الطيران الحربي للجيش السوداني تجمعات للدعم السريع قرب القصر الجمهوري. في المقابل نشر الدعم السريع فيديو للمعارك وقال في بيان له إنه تصدى لهجمات الجيش والشرطة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر النصر حليفة. شو والله ابطال شايفين الشرطه جت تدعم دعم سريع والله كذابين ودينا يبالي كذابين. الله اكبر الله اكبر النصر حليفنا الله اكبر. تم تدمير سيارات ودبابات. الله اكبر الله اكبر. ابشروا يا شاويس والله دبابه مسكنا حيه قسم بالله والله دبابه حيه. الله اكبر الله اكبر. الصراع في السودان يتواصل في أسبوعه الثالث، وتساؤلات عدة تشغل بال الكثيرين حول النزاع المستمر حتى اللحظة. فماذا يحدث في السودان؟ عدة تفاصيل فجرت الموقف قبل موعد نقل السلطة للمدنيين، منها الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، إضافة لمسألتي تسلسل القيادة بين الجيش والدعم السريع والإشراف المدني على الجيش. للنزاع في السودان جانبان، الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وهما في ذات الوقت رئيس ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي على التوالي، كما أن الرجلين شاركا في الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019. العديد من الدول العربية والأفريقية والغربية دعت منذ بداية الأزمة لوقف إطلاق النار، ومع استمرار النزاع بدأت تعمل هذه الدول إضافة لعدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالعمل من أجل التوصل إلى هدنة تشكل أرضية لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، على أن يتبعه التفاوض بين طرفي الصراع وصولا إلى عودة السلام إلى السودان مجددا. وفي الأثناء بدأت مختلف الدول بإجلاء رعاياها ومن رعايا دول أخرى من السودان. انهيار حكم البشير عزز آمال السودانيين في أن تتمكن بلادهم من الخروج من الصراعات الداخلية الجهوية والتي أضيفت لها العزلة الدولية، إلا أن الصراع الحالي ربما يزعزع الآمال مع استمرار الصراع والدمار الذي لحق بالعاصمة السودانية. أيضاً وكما العادة في أي صراع، ربما يتحول السودان إلى ساحة منافسة على النفوذ في المنطقة بين مختلف الدول الإقليمية. أما الخطر الأكبر فيتمثل في احتمال وقوع السودان في براثن حرب أهلية جديدة، إضافة لعرقلة الجهود المدعومة دولياً لإطلاق عملية انتقالية نحو الحكم المدني. حسن جوليد، الحدث. من أسوان ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمار عوض. مرحبا بك يا أستاذ عمار. قبل قليل الدكتور إبراهيم مخير مستشار الفريق أول محمد حمدان دقلو يقول بأن غايتهم من كل هذا الحراك الموجود في الداخل السوداني هو عودة الديمقراطية وتسليم الحكم للمدنيين، وهذا ما لم يلمسوه في الفترة السابقة. كيف يمكن أن يفهم هكذا قرار من قبل قوات الدعم السريع؟ وهل بالفعل على أرض الواقع النية كذلك؟ لا أعتقد أنه بأي حال من الأحوال أن قوات الدعم السريع التي أنشئت في ظل نظام عمر البشير، في ظل نظام المؤتمر الوطني التي أنشأها بقانون غصبا عننا نحن الشعب السوداني وأوجدها في ذلك الوقت. وإذا كانوا هم يتحدثون عن الديمقراطية، أنا لا أعرف هل يقصدون الديمقراطية التي عندما احتج الإمام الصادق المهدي عليه رحمة الله في العام 2014 ضد وجود وانتشار وتمدد قوات الدعم السريع
في الخرطوم، وخرج بعدها محمد حمدان في تصريحه المشهور وقال ما عنده بندقية ما بيتكلم فينا، نقول دخلوا الصادق المهدي السجن، يدخلوا السجن، وفعلا أدخل الصادق المهدي إلى السجن. هل هذه هي التحول الديمقراطي الذي يقصدونه؟ لا أعرف. طيب. نحن نعرف سلوك قوات الدعم السريع تجاه الديمقراطية وتجاه التحول الديمقراطي، هل يقصدون أنهم إذا أرادوا العودة للتحول الديمقراطي أننا في هذا البرلمان في مدينة درمان يمكن أن نسأل محمد حمدان عن أمواله؟ يمكن أن نسأله عن جبل عامر؟ هل يمكن أن نغصفه بالبيض الفاسد والطماطم ونخرج ونقول الجنجويد يتحل مثل ما كان نقول في التظاهرات السابقة؟ هل هذه هي الديمقراطية التي يريدها؟ لو كان هذه هي الديمقراطية ويلكم. طيب، سألنا كذلك الدكتور إبراهيم يا أستاذ عمار عن مسألة تأثر شعبية قوات الدعم السريع بعد نشر فيديوهات من قبل سودانيين لدخول عناصر إلى بيوتهم ونهبها. قال هذا لا يقوم به عناصر الدعم السريع، هم مدربون والجيش هو من دربهم. والسؤال إذا ما كانت قوات الدعم السريع تتهم الجيش بأنه يأخذ قراره من عناصر إسلامية متطرفة كما يصفها، لماذا لم يتعلم الدعم السريع فقط تعلم الانضباط لم ينسحب عليه من سحب على الجيش بين قوسين؟ واحدة من المشكلات عزيزي حسين، أنا عايد منها، أنا موجود في السودان قبل أيام، وكنت الآن يعني عايد قبل أيام قليلة، أنا شاهدت كل ذلك، لم أشاهد في فيديو ومقاطع فيديو، شاهدته بأم عيني في أم درمان كيف كانت قوات الدعم السريع تدخل إلى الشوارع، وكيف أنها تقوم بترويع المواطنين، كيف أنها تقوم بالنهب للبنوك، كيف أنها تستعصم بالمستشفيات إذا كان في شرق النيل، وكيف أنها تقوم بكل هذه الأفعال المنافية. صحيح محمد حمدان نفسه اعترف قبل أيام في تلك المقابلة التي أجريت مع قناة الشرق، قال أن قواتي منتشرة وأن ضباط الجيش السوداني الذين هم كانوا يقودون هذه القوات عندما كانت في السابق، عندما كانت منضبطة وعندما كان يتم تدريبها وغيرها من الأمور، قال أن ضباط الجيش السوداني الذين عادوا إلى حضن القوات المسلحة وتركوا هؤلاء الجنود، وهؤلاء الجنود الآن أصبحوا متفلتين. تاريخ التفلت بالنسبة لقوات الدعم السريع ليس وليد اليوم، تاريخ طويل في دارفور وغيره وجرائم معروفة ومشهودة. هذه المجموعة عندما يتحدث الآن السيد إبراهيم المتحدث قبل قليل على أن الجيش السوداني هو تقوده مجموعات إسلامية، هل البديل هو قوة قبلية؟ هل البديل هو يسيطر عليها أسرة واحدة؟ هل هذا هم يريدوننا لأن نذهب إليه؟ على أقل تقدير القوى التي يقودها سياسيين يمكن أن تجادلهم بالسياسة، يمكن أن لكن قوة قبلية تدين بالولاء للدم وحده، كيف لها أن تكون هذه القوة هي قوة يعتد بها؟ هذه القوة تعبر عن أسرة محددة. أستاذ عمار الآن. طيب إذا سمحت لي أستاذ عمار، طريقة التعامل بين القوتين، الجيش هو جيش مؤسسة نظامية كلية حربية دراسة وإلى ما هنالك، بينما الطرف الآخر أنت تصفه بما تحدثت به قبل قليل، وكذلك المؤسسة العسكرية وكذلك قادتها، إلى أي حد سيؤثر ذلك على مسألة جغرافيا السيطرة العسكرية؟ بمعنى أن الجيش يتحسب لقصف مكان ما للمدنيين، بينما الطرف الآخر كذلك يحسب حساب لهذا الأمر أو لا؟ لا أعتقد، هو يعتمد سياسة الأرض المحروقة. هو الآن قوات الدعم السريع هي الآن منغادة بالكامل لفاغنر الروسية التي هي تريد أن تسيطر، إذا كنت تتحدث عن الجغرافيا هي تريد أن تسيطر على مناطق دارفور. نحن السودانيين نتذكر جيدا عندما حضر السيد سيرجي لافروف قبل شهر، وبعدها غادر السيد محمد حمدان إلى مالي وغادر إلى بوركينا فاسو، والزيارات التي كانت غير معروفة مباشرة بعد مغادرة لافروف. نحن نعرف أجندة
محمد حمدان ومعه فاغنر ومعه الروس في أفريقيا الوسطى، هم الآن يريدون بأي شكل من الأشكال أن يحصلوا على أي ممرات آمنة، ليس من أجل خاطر عيون المدنيين، ولكن مثل ما تفضل تقرير صحيفة الجارديان قبل أيام الذي يتحدث عن شاحنات البترول التي يتم مقايضتها بالذهب في منطقة الكفرة، وهم الذين يتحدثون على أنهم في موقع دفاعي. كيف أنهم في موقع دفاعي وهم الآن كل التقارير الصحفية في بريطانيا في غيرها تتحدث عن تدفق المرتزقة والمقاتلين والبترول وغيره؟ بالنسبة لسؤالك حول صحيح الجيش السوداني في السابق ليس كانت لديه بعض الأخطاء، لكن الآن في هذه المعركة تحديدا عندما هل يريد السيد إبراهيم أن يقوم الجيش السوداني بقصف القصر الجمهوري وتدميره، هذا القصر الذي قتل فيه غردون، هل يريدون تدميره؟ هل يريدوننا من الجيش السوداني أن يقوم بتدمير الإذاعة السودانية والإرث الذي موجود فيها؟ القوات المسلحة وفق مشاهدتي بالعين وليس في فيديو أو غيره في الموجود في الخرطوم لم تخصف مكان بالخطأ حتى الآن، لم تخصف مستشفى حتى الآن، ولكن الذين يريدون أن يرهنوا إرادة الشعب السوداني لروسيا ومن خلفهم من الدول الأخرى، الشعب السوداني إلى الآن لم يقل كلمته في هذا الصراع. شكرا. الشعب السوداني ينتظر ما ستقوم به القوات المسلحة وما ستقوم به الدعم السريع، والمنتصر فيهم سيقابلنا نحن الشعب السوداني. نعم. إذا كان من ينتصر سيحكم سيعيد الديمقراطية ويحاسب على الجرائم التي ارتكبت، مرحبا به. أما إذا كان من سيفوز في هذه المعركة هو الذي يقول أن الديمقراطية هي لصاحب البندقية الأكبر، شكرا، أسقطه مثل ما أسقطنا عمر البشير، وهذا ليس ببعيد. شكرا جزيلا لك من أسوان الكاتب الصحفي الأستاذ عمار عوض على كل هذه التفاصيل. إلى التطور البارز اليوم في الصراع الروسي الأوكراني، حيث اتهمت روسيا أوكرانيا بأنها حاولت مهاجمة الكرملين باستخدام مسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. وأعلنت الرئاسة الروسية إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا استهداف مقر الرئاسة الروسية. وأضاف الكرملين أن روسيا سترد على محاولة الهجوم الأوكرانية في الوقت والمكان المناسبين. في وقت لاحق أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين حظر استخدام أي طائرة مدنية غير مصرح لها في العاصمة. قائد فاغنر توقع مرحلة نشطة من الهجوم الأوكراني المضاد بالأيام القادمة، معتبرا أن هذا الهجوم بدأ بالفعل. نائب رئيس مجلس الدوما الروسي قال إنه حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة فولوديمير زيلنسكي. الرئاسة الأوكرانية نفت علاقتها بالهجوم واعتبرت أنه قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف، ورأت أن المعارضة الروسية قد تكون وراء الهجوم على الكرملين. من كييف ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. من موسكو تنضم إلينا مراسلة الحدث كاتيا طعمة، مرحبا بكما. أبدأ من عندك كاتيا لأسأل تطورات الموقف الروسي فيما يخص هذا الاتهام الذي وجه إلى كييف بمسألة استهداف الكرملين.
مرحبا حسين. بالفعل التصريحات اليوم الرسمية تتوالى بعد طبعا الحادث الذي وقع والإعلان الذي تحدث عنه الكرملين بأن مسيرات قامت باستهداف الكرملين وباستهداف الشخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كما قال بيسكوف. كان هناك تصريح أولا على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي طبعا هو بعد هذا الحادث دعا إلى توجيه الضربات إلى شخص الرئيس الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى مقر إقامة الرئاسة الأوكرانية في كييف. وبالتالي هو تطور جديد بعد مع كانت دائما موسكو تتحدث أنها لا تريد استهداف الرئيس الأوكراني زيلينسكي. هناك دعوات الآن لتوجيه ضربات سواء كانت من رئيس مجلس الدوما أو نواب مجلس الدوما لتوجيه ضربات مباشرة إلى كييف إلى مقر الرئاسة الأوكرانية باستخدام أسلحة جديدة ولبدء مرحلة جديدة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. طبعا حسين هذا الحادث هو له أهمية ليس فقط لأنه استهدف مقر الرئيس الروسي ولأنه يأتي أيضا قبيل احتفالات عيد النصر التي ستجهدها العاصمة الروسية موسكو وكل أنحاء روسيا خلال الأسبوع القادم. وبالتالي هو هذا الحادث يأتي كمحاولة لربما هذا الحدث سيدفع المواطنين الروس إلى لحشدهم إلى وقوف إلى جانب الرئيس الروسي في العملية العسكرية التي بدأها في أوكرانيا حسين. طيب شكرا جزيلا لك يا كاتيا. أذهب إلى محمد البابا. محمد، مسألة طائرات مسيرة تقول كييف بأنه لا علاقة لها بهذا الموضوع، إذن يعني إن لم تكن كييف من الفاعل؟ يتساءل روسيون كثر. نعم حسين، ولكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتحدث باسم الإدارة الرئاسية سيرجي نيكيفوروف ببيانين رسميين وتصريح رسمي من الرئيس زيلينسكي نفى علاقة أوكرانيا بالهجوم الذي حصل على الكرملين ليلة أمس. معظم يعني الرأي العام الأوكراني يشكك بصحة هذه العملية وتحميل أوكرانيا مسؤولية هذه العملية أو المسيرتين التي سقطتا على حرم الكرملين. لذلك الجانب الأوكراني بشكل رسمي حتى متحدث باسم وزارة الخارجية للعربية قال يعني أن أوكرانيا لا علاقة لأوكرانيا بهذه العملية. أيضا معظم المواقف السياسية الأوكرانية تشكك بصحة هذه العملية، وحتى ذهب البعض إلى اعتبار أن ما حصل هو خدعة روسية هدف لها هدفين. أولا يعني استعادة الرأي العام الروسي أو دعم الرأي العام الروسي لفلاديمير بوتين في حملته العسكرية على الأراضي الأوكرانية أو في حربه وغزوه للأراضي الأوكرانية، خاصة أنه في يعني الآونة الأخيرة كان هناك أصوات روسية تنادي بوقف هذا الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا من الجيش الروسي إلى ما يتجاوز 190,000 قتيل بحسب بيانات وزارة الدفاع الأوكرانية. لذلك الجانب الأوكراني يشكك بمصداقية الروس وبيشكك أو يرفض اتهام روسيا أو تحميل أوكرانيا مسؤولية هذا العمل. ولكن الآن في أوكرانيا هناك ترقب وهذا هو الأهم، لما ستكون ما بعد هذه العملية وكيفية الرد، خاصة بعد الأصوات التي بدأت ترتفع في روسيا وذهبت يعني هذه الأصوات يعني مطالبات بالجيش الروسي باستهداف المقار الحكومية والرئاسية، وحتى يعني ميدفيديف قد طالب بتصفية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. نعم شكرا جزيلا لك من كييف الصحفي محمد البابا. قالت البحرية الأمريكية في بيان لها إن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت صباح اليوم ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز. البحرية الأمريكية أوضحت أن ناقلة النفط غادرت دبي باتجاه ميناء الفجيرة عندما طوقتها 12 سفينة إيرانية، مضيفة أن الحرس الثوري أجبر ناقلة النفط على عكس مسارها وتوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية قبالة ساحل بندر عباس في إيران. وفي وقت لاحق أكد الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلة النفط الأجنبية لدى عبورها مضيق هرمز، عازيا سبب احتجاز الناقلة إلى أنها خالفت القوانين.
في الموازاة. ومن دمشق قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد في دمشق، قال إن سوريا حققت الانتصار رغم التهديدات والعقوبات المفروضة عليها. الرئيسان وقعا مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد تشمل النفط. وزيارة الرئيس إلى دمشق هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من 12 عاما. وقال رئيسي للأسد خلال محادثات موسعة جمعت الطرفين في القصر الرئاسي إن سوريا حكومة وشعبا اجتازت مصاعب كبيرة. ووصل رئيسي صباح الأربعاء إلى دمشق على رأس وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع يضم وزير النفط والدفاع في زيارة تستمر يومين، والخارجية كذلك. ثلاثة عشر عاما مرت على زيارة رئيس إيراني إلى سوريا من بعد زيارة أحمد نجاد لدمشق في العام 2010. واليوم مشاهدينا وصل إبراهيم رئيسي إلى دمشق في زيارة تستمر يومين. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال إن زيارة رئيسي تأتي تلبية لدعوة من الأسد، مضيفا أنها ذات أهمية استراتيجية للبلدين وأن هدفها اقتصادي، فيما أشار موقع أساس ميديا إلى أن رئيسي سيوقع عدة اتفاقيات أمنية مع دمشق بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بالنفط والكهرباء. ورأى الموقع أن رئيسي يريد أن يتحدى العقوبات الأمريكية على إيران وسوريا، ويريد اتفاقيات واسعة، ليقول إن العلاقة بين طهران ودمشق غير محصورة بالنطاق العسكري والأمني. كما أشار الموقع إلى أن رئيسي سيعرض على الأسد لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبل موعد الانتخابات التركية. أما صحيفة الوطن المقربة من الأسد قالت إن رئيسي سيجول في مناطق عدة في دمشق، مؤكدة أن الزيارة ستشمل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون خاصة في مجال الطاقة والكهرباء. كما ستجرى على هامش هذه الزيارة مفاوضات حول خط ائتماني إيراني جديد لسوريا يتم استثماره في قطاع الكهرباء المتداعي بحسب صحيفة الوطن. تجدر الإشارة إلى أن دمشق وطهران وقعتا اتفاقيات ثنائية في مجالات عدة خلال السنوات الماضية، وتضمن أحدها مطلع عام 2019 تدشين مرفأين هامين في شمال طرطوس وفي جزء من مرفأ اللاذقية. كما يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد زار طهران مرتين بشكل معلن خلال السنوات الماضية، الأولى في فبراير 2019 والثانية في مايو 2022. التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية العربية السورية. لمناقشة هذه الزيارة إلى دمشق من طهران ينضم إلينا المحلل السياسي محمد صالح صادقيان، ومن دمشق ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي غسان يوسف، من واشنطن بسام برابندي الدبلوماسي السوري السابق. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك أستاذ غسان لأسأل، الرئيس الإيراني في دمشق جاء ليعطي أم ليأخذ؟ الكريمين، دائما أسئلتك تثير لدينا أجوبة إن شاء الله تكون يعني كافية ووافية. طبعا أنا أقول لك، أهلا وسهلا أستاذ غسان. الإيراني جاء ليأخذ وليعطي، ولكن هذا الأخذ والعطاء هو تعاون إيجابي وتعاضد بين دولتين، يعني أولا هما مستهدفتان في العقوبات الأمريكية وعليهما عقوبات وحصار، ولذلك تجدان نفسيهما يعني في مكان واحد وفي مواجهة عدو واحد. اليوم يعني زيارة الرئيس رئيسي تختلف عن سابقاتها من زيارات المسؤولين الإيرانيين، أولا لأن الرئيس الإيراني بشخصه جاء مع وفد كبير، مثلا لاحظ يعني هناك وزير الخارجية، وزير الاقتصاد، وزير الاتصالات، وزير النفط، وزير الطرق،
إلى ما هنالك. هذا يدل على أن إيران تهتم في إعادة الإعمار، يعني بعملية إعادة الإعمار في سوريا وإقامة مشاريع مشتركة تستفيد منها سوريا. وهنا يجب أن ننوه إلى أن العلاقة السورية الإيرانية يعني هي ليست جديدة، وإنما تمتد إلى عام 1974 عندما وقعت سوريا مع إيران اتفاقية اقتصادية، وزار الرئيس الراحل حافظ أسد إيران في عام 1975، يعني قبل قيام الثورة الإيرانية بأربع أو خمس سنوات. ولذلك يعني البعض يقول بأن العلاقة بدأت منذ قيام الثورة الإيرانية، لا. لذلك أعتقد بأن اليوم زيارة الرئيس الرئيسي ستوطد هذه العلاقات، خصوصا يعني أن إيران وقفت إلى جانب سوريا سواء في محاربة الإرهاب سواء في إمداد هذا النفط وغير ذلك من يعني المواد الاقتصادية التي كانت تحتاجها سوريا في سنوات الأزمة. طيب أستاذ محمد صالح صدقيان، عما يبحث الرئيس الإيراني في زيارته هذه؟ يعني هل هناك فاتورة لابد من أن يعني تسترد من قبل الحكومة السورية، أو أن مسألة العلاقة بين البلدين استراتيجية ويمضى بها إلى بعيد؟ مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين. أنا أعتقد بأننا يجب أن لا ننظر من هذه الزاوية للعلاقات السورية الإيرانية المشتركة والتاريخية، وبالتالي هناك تعاون وثيق تم بين طهران ودمشق ربما منذ 40 عاما. توثقت هذه العلاقة بعد قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وترسخت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة منذ العام 2010 ولحد الآن، ووقفت إيران بشكل واضح إلى جانب الشعب السوري والحكومة السورية في مواجهة الحركات الإرهابية والحركات التكفيرية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا الهدوء النسبي الذي تشهده سوريا وخفض التصعيد في الكثير من مناطق التوتر الذي ساهمت فيه إيران مع تركيا وروسيا، أعتقد بأن إيران الآن في ظل إيران وسوريا بطبيعة الحال في ظل التطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة وعلاقات سوريا مع الدول العربية ومع دول الجوار، أنا أعتقد بأن هناك فرصة الآن كبيرة من أجل إعادة إعمار ما دمرته الحرب، حرب الحكومة السورية وحلفائها مع الحركات الإرهابية. ويبدو لي بأن الرئيس إبراهيم رئيسي الذي يزور دمشق حاليا هو أخذ معه الوزراء المعنيين أو الذين يستطيعون أن يقدموا ما يمكنهم تقديمه من أجل إعادة إعمار سوريا. ولذلك كان هناك وزير الخارجية، وزير النفط، وزير العمل، وزير الاتصالات، وزير الطرق، وبالمناسبة وزير الطرق هو أيضا يرأس اللجنة السورية الإيرانية المشتركة. وبالتالي هذه المجموعة من الوزراء يستطيعون أن يعيدوا أو المساهمة لأقول بشكل أوضح، يستطيعون المساهمة في إعادة إعمار ما دمرته حرب الموجهة أو كانت القائمة بين سوريا وبين الحركات الإرهابية. ويبدو لي بأن إيران أيضا تتمتع بإمكانيات كبيرة في المجال الفني والتقني والهندسي، ولتستطيع في مساعدة سوريا على إعادة الإعمار. طيب أستاذ بسام، الرئيس الإيراني في دمشق لإعادة الإعمار. يا سيدي العزيز، اليوم في الصحف الإيرانية اليوم هم يطالبون، بعض النواب في مجلس النواب الإيراني يطالبون إيران، الحكومة الإيرانية، ببيع بعض الجزر الإيرانية لتسديد الديون الموجودة على الحكومة الإيرانية. يعني هذا جواب على إعادة إعمار، الطرح أن إيران ستعيد إعمار سوريا. برلمانيين إيرانيين يطالبون ببيع جزر إيرانية لحصول على أموال. فبالتالي أعتقد أن هذه المحادثات التي جرت، هذه زيارة سياسية بالمطلق. كثير من المسؤولين الإيرانيين على تويتر، على السوشيال ميديا، في بيانات رسمية أعلنوا بأن حجم الاستثمارات الإيرانية في سوريا محدودة رغم كل الاتفاقيات الخلابة والكبيرة التي يتم الإعلان عنها. حجم التبادل التجاري تقريبا معدوم مقارنة مثلا مع تركيا. رجال الأعمال الإيرانيين يغادرون سوريا لعدم وجود فرص عمل لهم.
فبالتالي الحكومة الإيرانية في هذه الوفد الكبير الذي ذكره الضيف الإيراني يحاولون أن يقول للداخل الإيراني بأننا سنحاول تعويض ما دفعناه ماليا لدعم نظام الأسد في حربه ضد شعبه وليس ضد الإرهابيين، ونحاول أن نحصل أن نعيد بعض هذه الأموال من حكومة لحكومة. هم يقومون بكثير من الأعمال الموازية للحكومة، لأعمال الحكومة، ولكن من كعلاقة بين نظامين، بين دولتين، تجاريا اقتصاديا، هي في الحد الأدنى منه الموجود. طيب أستاذ غسان، أيضا أسألك يعني عن بعض الهواجس ولا بد أن يعني تثار في هذا الحوار. يقال بأن هذه الزيارة ما هي إلا للتعامل بالمثل مع الجانب الروسي، يعني خاصة وأن الحكومة السورية لديها اتفاقيات كبيرة اقتصادية مع الجانب الروسي موقعة، بينما الجانب الإيراني لا، وبالتالي جاءت فرصة التوقيع على هذه الاتفاقيات التي ستكون في صالح إيران ولكن لن تكون في صالح السوريين بشكل كبير. يعني لا، يعني أستاذ حسين يجب أن نقرأ الأمور يعني بواقعية. طبعا يعني دائما الحكومة السورية كانت تقول أولوية إعادة الإعمار وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية هي مع الأصدقاء. طبعا في الفترة الأخيرة أصبحت يعني علاقات سوريا متشعبة وحتى مع الدول العربية، ولذلك يعني أصبح الأمر أوسع وأكبر، يعني أن يعني سوريا بحاجة إلى رؤوس أموال ليس فقط يعني مثلا من إيران أو روسيا أو الصين، وإنما من دول عربية. ولذلك اليوم يعني إيران تحاول في هذه الفترة أن تكون هي من الدول المتقدمة في المشاريع الاقتصادية. وإيران يعني ليست كما صورها الضيف، أولا إيران دولة غنية، الضيف يعني من إيران يتحدث عن هذا الموضوع، حجم الاستثمار تصور يعني الصين لديها 500 مليار دولار مع الصين، وتعرف إنتاج إيران من النفط. أنا أقول لك يعني أن العلاقة ما بين سوريا وإيران أعتقد أنها هي علاقة لصالح البلدين، وإن كنت أقول لك ربما تكون لصالح سوريا لأن سوريا في أزمة وتحتاج إلى من يقف إلى جانبها ومن يقوم بمشاريع إعادة الإعمار. لذلك لا أعتقد أن يعني هذه الهواجس حقيقية. طيب أستاذ محمد، يعني من يريد أن يشارك بإعادة إعمار سوريا، يعني أليس الأولى له أن يلتفت إلى الداخل الإيراني مثلا؟ يقول إيرانيون هتفوا مؤخرا بأنهم لا يريدون أن تساعد الحكومة الإيرانية أي أحد، هم يريدون بأن تكون أموال الإيرانيين لهم لأنفسهم. يعني دعني أشير إلى قضية مهمة، إيران لا تريد أن تسترد ما صرفته في سوريا أو ما أنجزته في سوريا. إيران تعتقد بأن أمنها القومي يمتد من أفغانستان شرقا إلى مياه البحر المتوسط غربا، وبالتالي سوريا والعراق ولبنان يقعان ضمن تعريف الأمن القومي الإيراني والأمن القومي الإقليمي لإيران. وعندما تتعاون إيران مع سوريا تتعاون في إطار المصالح المشتركة للبلدين. أما ما يشار إلى أن إيران تبيع جزر وما شاكل ذلك، هذا هو رأي طرحه أحد الأشخاص وأحد الموظفين، وبالتالي يجب علينا أن نذكر الإمكانات المالية والنفطية والإمكانات الثروة الموجودة في إيران، وهي إيران ليست الصومال وهي ليست دولة فقيرة، ولديها إمكانات كبيرة في مجال الطرق والجسور والأنفاق. وأتمنى على ضيفك من الولايات المتحدة أن يزور إيران ليعرف ماذا تعني إيران عندما تملك مثل هذه الطاقات الكبيرة وهي داخلة في المجال التقني والنووي والنانو تكنولوجي وما شاكل ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك مصلحة مشتركة بين سوريا وإيران. هذه المصلحة المشتركة مصلحة تاريخية، وبالتالي إيران وقفت إلى جانب سوريا في مكافحة الإرهاب. الآن هي تبدي استعدادها لأن تقف مع السوريين في مجال إعادة الإعمار، وهي تملك هذه الإمكانيات، إمكانيات في الطرق والجسور وبناء المعامل والبنى التحتية وحتى المتعلقة بالطاقة، خصوصا وأن إيران وسوريا يخضعان لعقوبات أمريكية. ربما بعض الدول لا تريد تدخل
السوق السورية، لأن هناك عقوبات على سوريا قانون قيصر، لكن إيران تعتقد بأن وهكذا تفكر بأن هذه العقوبات هي ليست عقوبات شرعية دولية، وإنما هي رغبة أمريكية في فرض العقوبات على إيران وسوريا، وإيران وسوريا الآن يستطيعان التعامل بشكل كامل في المجالات المختلفة، خصوصا وأن زيارة قام بها وزير النقل الإيراني قبل أسبوعين إلى دمشق، واتفق الجانبان. اسمح لي أستاذ محمد. نعم. على التعامل بغير الدولار، وإنما التعامل بالعملة المحلية، وهذا يصب بمصلحة البلدين. أستاذ بسام، أليست هي الفرصة كذلك للحكومة السورية وللرئيس السوري بشار الأسد لإفهام الجانب الإيراني بأن هذه العلاقة وإن كانت استراتيجية بين البلدين، ولكن ثمت متغير الآن، يعني دمشق منفتحة على شقيقاتها العربيات، وهي الفرصة للقول حتى لمن تحركهم إيران بأنه كفى اليوم؟ يعني بداية بس أريد أن أعلق تعليق بسيط على الضيف. تفضل أستاذ بسام. اليوم الدولار الأمريكي في إيران صار بالوزن، لم يكن يعني فقط قيمته المالية، صار يقومون مثلا كيلو اللحمة هو عبارة عن 3 كيلو وزن من العملة الإيرانية. يعني لا نستطيع أن نضخم دور إيران الاقتصادي، إيران دولة غنية هذا لا شك فيه، دولة شعب عظيم هذا لا شك فيه، ولكن نظام مهترئ هذا واضح من الحياة الاجتماعية اليومية للشعب الإيراني بشكل عادي. بالنسبة إلى سوريا، زيارة هذا الرئيس الإيراني إلى سوريا، هناك في أشياء تقليدية بروتوكولية تعبر عن احترام أي رئيس عندما يزور الضيف. بداية مثلا أن يقوم بلقاء صحفيين الدول المضيفة، بينما الرئيس الإيراني هو التقى صحفيين حزب الله قبل قدامه إلى دمشق. هو عندما أتى إلى سوريا نظم له مظاهرة حاشدة من متشيعين أو من الحرس الثوري الإيراني، كأنه يأتي إلى بلده ولا يأتي كدول إلى بلد مضيف. ثم سيذهب إلى حلب مرة أخرى ليتفقد إعادة الإعمار الإيراني في حلب. في كثير من الرموز هذه الزيارة لا تدل إلا على السيطرة، كما تفضل الضيف الإيراني دقيقة وصفها، أمن القوم الإيراني يمتد إلى سوريا، هذه الكلمة الدقيقة الحقيقية لاتفق معه 100% فيها. الرئيس الإيراني أتى ليقول أن هذه امتداد لإيران في سوريا. النظام السوري اليوم لا أعتقد بأن لديه فرص كثيرة للمفاوضة واللعب بين الدول العربية وبين إيران وبين روسيا، يعني كله صار مكشوف وكله صار واضح، يوجد عقوبات أمريكية. كيف أمن قومي لإيران العربية؟ أستاذ بسام بنصف دقيقة، هذه أيضا أنا وقفت عندها ولكن الوقت لم يسمح بال كيف أمن قومي لإيران، يعني ضد من؟ يعني الإيراني لديه دائما ضد أي شخص يقف ضد مشروع إيران بالتوسع، يعني ما زال الهاجس الإيراني بالتوسع من أفغانستان إلى البحر المتوسط هو هاجس هذه الحكومة الإيرانية والرئيس الريسي بوجود اليوم في سوريا بالطريقة التي أتى بها والاستقبال ووسائل الإعلام التي التقى معها، كلها تدل أنه يأتي إلى مكان يقول فيه أنا الحاكم ولست الضيف. الاتفاقيات التي تتحدث عنها وزير وزرائهم هم قالوا نحن أتينا هنا لنأخذ الأرض مقابل الديون، يعني هذا موقف رسمي ليس قيل عن قال. فطريقة التي تعاطى بها هي تعاطي أنه نحن الموجودين على الأرض. الرئيس السوري أو النظام السوري لا يستطيع أن يلعب أو أن يفاضل بين إيران وبين الدول العربية، اللعبة جدا مكشوفة، عليه أن يقدم حركات أو خطوات ملموسة معلومة ضمن جدول زمني ليثبت للعرب أنه قادر على المضي قدما في المشروع العربي. تفضل أستاذ غسان، 10 ثواني أستاذ غسان. أستاذ بسام اسمح لي، 10 ثواني أستاذ غسان. هذه الزيارة نعم يعني هناك أمن قومي لسوريا وأمن قومي لإيران، وهناك عدو واحد مشترك هو العدو الإسرائيلي. نعم. ولذلك يعني من حق سوريا ومن حق إيران أن تتضافر كل الجهود. طيب. يعني حشدها في مواجهة هذا العدو. جاء هذا التوضيح من الأستاذ غسان، شكرا جزيلا لكم. من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف، من طهران الأستاذ محمد صالح صديقيان، من واشنطن الأستاذ بسام برابندي دبلوماسي سوري السابق. بعد قليل. ساعات ثقيلة توازي دهرا هي تلك التي تمر على السوريين والأتراك. صرخات استغاثة تسللت من بين ركام المنازل التي انهارت على رؤوس سكنها،
let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster. الزلزال المدمر بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، حيث لا تزال عيون العالم تراقب ما يجري في تركيا وفي سوريا. ما كنا نتهيأ لمثل هذه الفاجعة. هل هو سباق وصراع مع الزمن؟ هل فعلا متوقع حدوث زلزال ثالث؟ أعتقد أننا نحتاج إلى حالة طوارئ حقيقية الصغيرة، فيما لا تزال عمليات البحث الجارية على قدم الوسام وبوتيرة متسارعة. إن الظروف الجوية القاسية تعرقل عمليات الإنقاذ. الكاميرا هي التي سترصد المشهد. وتغطية مستمرة لزلزال القرن. تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، تغطية خاصة لعمليات الإنقاذ والبحث لحظة بلحظة. يا رب يكون حلم بارد صحيح يا رب. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. دعت حركة النهضة للتظاهر اليوم لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. ما هي المعايير التي على أساسها أعطت وزارة الداخلية تراخيص للتظاهرات دون سواها؟ قوات الأمن ستكون موجودة، لأن هناك أطراف غايتها بث الفوضى، غايتها افتعال الأزمات. هل نتحدث عن شكل مختلف لهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبة للأحزاب السياسية؟ ما الذي يحظى لها اتحاد الشغل؟ هذا من الناس اللي قاعدة تدمر الدولة التونسية، والخونة والعملاء ما عندهم مشاكل كبيرة. أكثر من تحرك احتجاجي، أكثر من مظاهرة هنا في شارع الحبيب بورقيبة. للأسف يعني الاتحاد كما قلت حاد عن دوره. يعني إلى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهة ما مثلا؟ حالة من الاحتقان، احتقان دون قدرة على الحسم. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. هل حقيقة من المتوقع والمرتقب إجراء هذه الانتخابات؟ اليوم من الذي يستفيد من هذه الميليشيا؟ المباحثات تتركز حول توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. يجب أن تكون هناك ضوابط لاختيار رئيس دولة، من يقود الدولة الليبية. ما الضامن هذه المرة أن يتوصل إلى اتفاق حولها؟ هل كان هناك تهيئة لعملية عسكرية في ظل الحديث عن اقتراب الانتخابات؟ هناك تحركات مشبوهة في داخل ليبيا. هذه المجموعة أخي الكريم تأتمر بأوامر الخارج، لا تريد استقرار، هذه تتبع أجندة. هل نتحدث اليوم عن اتفاق للتعطيل؟ أي شخص أو أي كيان لا يريد قيام الجيش هو عدو ليبيا. هناك من يحمل السلاح وقد يخرب العملية الانتخابية برمتها. هل هي إشارة من واشنطن بأن ما يقوم به باتيلي مدعوم من الولايات المتحدة ولا بد أن ينفذ؟ ليبيا مترابطة جدا على كل المستويات إلا سياسيا، هناك انقسام سياسي. بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية:
الدبلوماسية بخطر في السودان بسبب التهديدات ومساعي أممية لعدم تحول النازحين إلى لاجئين. اثنى عشر ألف مريض سوداني بخطر. وفي الأخبار ليلى نفتح قضية مرضى غسيل الكلى الذي يعانون الأمرين. مسيرات حاولت اغتيال بوتين في قصره، والرئيس الروسي ينشر فيديو يؤكد فيه أنه بخير. الحرس الثوري يحتجز سفينة في مضيق هرمز، والرئيس الإيراني في دمشق يغازل الأسد من بوابة العقوبات. أهلا بكم. يؤكد مبعوث الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة ألا وساطة خارجية، وأن ما يجري قد يحصل من باب التنسيق الخارجي لضمان الهدنة. ويأتي هذا التشدد بعدم تدويل القضية السودانية، مترافقا مع تهديدات في الداخل تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، حيث دان الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم. ونقل المجلس في بيان عن الأمين العام القول إن هذه التصرفات ستؤدي إلى زيادة وتفاقم مخاطر انفلات الأوضاع الأمنية في جمهورية السودان. قبل ذلك أكد مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي صالح السحيباني أن المملكة تبذل جهودا حثيثة لحل الأزمة السودانية ولإنهاء الصراع، وطالب الأطراف السودانية بوقف كافة أشكال التصعيد، لافتا إلى مواصلة القيام بدور إنساني ودبلوماسي كبير في الأزمة، كما شدد على تطلع بلاده إلى وقف دائم للاقتتال في السودان وانخراط الأطراف في حوار من أجل السلام. هذا ودعا مندوب السعودية خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، دعا إلى احترام كافة البعثات الدبلوماسية بالسودان والعمل على حمايتها. تبذل المملكة العربية السعودية جهودا حثيثة بتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، ومن سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، من أجل حل الأزمة السودانية وإنهاء الصراع، وذلك منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة في منتصف الشهر الماضي، استشعارا بما يمليه عليها مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وانسجاما مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي. إن المملكة العربية السعودية وبحكم رئاستها للقمة الإسلامية وللجنة التنفيذية لتأمل من الجميع دعم الجهود الحثيثة القائمة حاليا في سبيل وقف الصراع الدائر حماه بين أبناء الوطن الواحد، ودعوتهم للإنصات لصوت العقل والحكمة، وتغليب مصلحة استقرار وأمن وطنهم على أي مصلحة أخرى، حقنا للدماء التي كفلها لهم الشرع الإسلامي الحكيم. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو قال أنه يتم نقل مبنى السفارة التركية في الخرطوم إلى بورت سودان مؤقتا، وذلك بسبب الاشتباكات الحالية. قبل ذلك أعلنت السعودية تعرض مبنى ملحقيتها الثقافية في السودان للتخريب والنهب من قبل مسلحين. وزارة الخارجية السعودية استنكرت اقتحام ملحقيتها الثقافية بالخرطوم، ودعت لاحترام حرمة البعثات الدبلوماسية في السودان ومعاقبة الجنات. We'll be right back.
على الصعيد الإنساني، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من بورت سودان أن المنظمات الإنسانية تعمل بظروف قاسية جدا، واعدا بالعمل مع المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات لكل السودانيين، مشيرا إلى خطة إنسانية بقيمة مليار ونصف ونصف المليار لمساعدة السودان، وأوضح أنه يسعى للحصول على التزام من كافة الأطراف لحماية المساعدات الإنسانية، وقال سنحتاج لموافقات من طرفي الصراع بالسودان لنقل المساعدات والعاملين. يجب أن يكون هناك التزام من الأطراف المتحاربة لضمان حماية المساعدات الإنسانية، وحتى لو لم تكن هناك هدنة رسمية، نحن بحاجة إلى أن يلتزم الطرفان بوعودهما. هذه هي خطتنا. لدينا خطة إنسانية لمساعدة السودان بقيمة مليار وسبعمائة مليون دولار، نقدم منها 200 مليون دولار كدفعة أولى، كما أن هناك عقبات بيروقراطية التي تقف عائقا أمام إيصال المساعدة الإنسانية للسودان، لا سيما في هذا الظرف، كالحصول على التأشيرات وتصاريح التنقل، وهذه ليست مسألة سهلة. من مدينة نيو هافن في ولاية كنتاكت الأمريكية ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي فايز السليك. مرحبا بك أستاذ فايز. الجيش يقول بأنه لا حوار وجها لوجه مع قوات الدعم السريع إلا عبر وسطاء. قوات الدعم السريع تقول بأنها ماضية في عملياتها العسكرية، وأن مسألة ما يجري لن ينتهي إلا بطريقة على مزاجها. كيف يمكن التوفيق؟ كيف يمكن أن ينجح الحوار بين الطرفين؟ مساء الخير أستاذ حسين، ومساء الخير على كل مشاهدين قناة العربية الحدث. نعم، الوضع مرتبك، وفي يوجد التباس واضح جدا جدا في المواقف فيما يتعلق بموقف الدعم السريع. قبل ذلك أعلنت بأنها مستعدة للتفاوض من غير شروط بما تعلق إلا وقف إطلاق النار، لكن اليوم التصريح يختلف قليلا، فيما ظلت مواقف الجيش تعطي إشارات متناقضة. رئيس السيادة قائد العام للجيش دائما يرحب بالتفاوض بالحوار، لكن في ذات الوقت نجد تصريحات مناقضة لمواقفه، مثل التصريح الذي أدلى به قبل يومين الفريق ياسر العطا، أو قبله الفريق شمس الدين الكباشي، أو كذلك تصريح وزارة الخارجية التي أكدت بأنها لن تتفاوض مع المتمردين. وقلنا بأن هذا تصريح غريب، لا يشبه الدبلوماسية ولا يشبه وزارات الخارجية في كل العالم، لأن مهمة وزارة الخارجية هي العمل الدبلوماسي وليس التصعيد العسكري. التصعيد العسكري هو مهمة الجنرالات، وربما أحيانا يصرحون التصريحات بغرض يتعلق بالموقف الميداني أو القتال أو غيره. عموما إلى أي حد هذا سيعزل السودان مرة أخرى يا أستاذ فايز؟ يعني إذا غابت الدبلوماسية ويعني ما عاد هناك يعني آلية من أجل أن يجلس الطرفان على طاولة حوار، كذلك الدول الأخرى من الممكن أن تقول للسودانيين بأنه لا يمكن أن أبقى معكم إلى ما لا نهاية، يعني لا الأمم المتحدة ولا غيرها. هذا وضع مخيف ووضع مرعب جدا، بأن السودان ربما يعود إلى العزلة التي كان فيها في بداية تسعينات القرن الماضي، أيام عمر البشير الأولى، أيام التطرف الإسلامي، أيام ما تم تصنيف السودان كدولة إرهابية. أصلا بدأت بعداء للعالم، بدأت بعداء للإقليم نفسه، هذه تلك الحكومة بدأت بعداء لأقرب الدول، مصر، المملكة العربية السعودية، أريتريا، أثيوبيا، بعد ذلك انطلقت في عداء إلى العالم. اليوم أيضا المشاهد ليست بعيدة، مثلا ليس هنالك مبرر على الإطلاق لاقتحام بعثة دبلوماسية مثل بعثة المملكة العربية السعودية، والمملكة معروف منذ فترة طويلة ظلت
ترفع غصنا أخضرا وتنادي بالسلام بين السودانيين، وهذا موقف جيد يحسب للرياض. لكن أن تأتي قوة مسلحة وتقتحم السفارة السعودية، فأول بحثة الدبلوماسية واحدة من بعث المملكة العربية السعودية مؤشر ورسالة بأننا لا نريد وساطة، بأننا لا نريد حوارا، وهو ما كرره أيضا مسؤولون عسكريون بأنهم ماضون في التصعيد إلى الآخر. هذه المسألة ربما تزيد من وتيرة المواجهات المسلحة، ربما تقود السودان إلى بنود أخرى، لأن السودان في النهاية هو جزء من العالم، هنالك عقوبات، هنالك الفصل السابع، هنالك التدخل للأسباب الإنسانية إذا ما الظروف أو الأوضاع ساءت. ليس هنالك ما يمنع الأمم المتحدة من التدخل لأسباب إنسانية إذا كان أحد الأطراف يسد الطرق أمام أي بادرة بما فيها لوقف إطلاق النار فقط لتوصيل الإغاثة للمحتاجين في وقت يعاني فيه السودانيون من شح في الخدمات، الكهرباء، المياه، الأدوية، الأغذية. هذه المسألة كذلك أستاذ فايز، يعني يقول لك أنصار المؤسسة العسكرية والجيش السوداني بأن الجيش إحدى أهم مهماته هي حماية البلاد، وما جرى هو تمرد على يعني الجيش وعلى قراراته، وبالتالي لابد من إرجاع هؤلاء إلى خانة والبزة العسكرية. يعني لا يمكن كذلك المؤسسة العسكرية أن تتراجع. أستاذ حسين، أي عمل عسكري هو في النهاية عمل سياسي، وكل الدلائل وكل المؤشرات تؤكد بأن هذا العمل هو عمل سياسي من الدرجة الأولى. هذا عمل سياسي نفذته جماعة البشير، جماعة فلول البشير، الإسلام السياسي. هذه المسألة كانت واضحة قبل الاعتداء أو قبل المواجهات مع الدعم السريع. دعنا من الذي بدأ الطلقة الأولى، لكن هذا سؤال. لكن قبل ذلك هنالك مؤشرات تؤكد بأن هذه الضربة ستقع. هنالك من هيئ لهذا المشهد، الإعلام. من يمتلك الإعلام غير جماعة البشير الآن؟ هم الذين كانوا ينادون بالمواجهات، هم الذين يهيئون هذا المشهد، وحتى الذين يقولون لا للحرب يصفونهم بأنهم خونة وبأنهم عملاء. مسألة التخلص من الدعم السريع بهذه الطريقة، هذه طريقة واضح بأنها تشبه النكتة أو الطرفة للرجل الذي كان في البحر أو القط والفار الذي قال له قبرتنا، وهو القصة معروفة. فيما يتعلق بالدعم السريع موجود منذ سنوات طويلة، ومعروف بأن الفريق البرهان منحه استقلالية بإصدار قرار في يوليو عام 2019 ألغى المادة 5 من قانون الدعم السريع، والتي كانت تؤكد بأن الدعم السريع أثناء العمليات الحربية، أثناء حالات الطوارئ، يأخذ توجيهاته من الجيش. أيضا من حق الرئيس أو القائد العام حل قوات الدعم السريع. إلغاء هذه المواد يعني بأن الدعم السريع صار قوة مستقلة تتبع للمجلس الرئاسي أو للسيادي في ذلك الوقت، قبل أن يتحول المجلس السيادي إلى هذا الشكل الشائي. شكرا. هذه المسألة أيضا كانت هنالك حوارات حول دمج الدعم السريع. لا أحد يريد قوة خارج الجيش، لا أحد يريد قوة مسلحة أو احتكار للعنف للسلاح غير الجيش. لكن شكرا. هذه تتم بطريقة سياسية وبطريقة متدرجة، لا بطريقة عسكرية خاطفة تزيد الأمر تعقيدا. نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فايز السلك. وجهت نقابة الأطباء السودانية نداء عاجلا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، تطالبهم بإنقاذ أرواح مرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى بشكل عاجل خلال اليومين المقبلين. وقالت النقابة إن 12 ألف سوداني
هددوا بالموت خلال وقت قريب إن لم تتم الاستجابة الصحية، مؤكدة أن المرضى بحاجة إلى 140 ألف حالة غسيل شهري للكلى، وإذا لم يتم ذلك سيفقدون أرواحهم خلال أسبوع. وأشارت نقابة أطباء السودان إلى أن أدوية خفض المناعة لزراعة الكلى على وشك النفاذ. واعتبرت نقابة الأطباء السودانية أن نفاذ الأدوية سيكون بمثابة الكارثة لزارعي الكلى في السودان. في السياق، أعلن المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى عن حاجته العاجلة جدا لعمل غسيل لمرضى الفشل الكلوي في السودان، ونبه المركز لخطر فقدان مرضى الكلى لأرواحهم إذا لم يتم توفير المستلزمات الطبية للغسيل الكلوي في فترة أقصاها 7 أيام. على منصات التواصل تفاعل السودانيون، منهم من ناشد ومنهم من حاول المساعدة عبر نشر أسماء مراكز لغسل الكلى. نرصد عددا منها مع زميلي محمود الواوي الذي ينضم إلينا في الاستوديو. مرحبا بك يا محمود. مرحبا حسين، أهلا وسهلا. إذن أسبوع واحد هي المدة التي يتحملها مرضى الفشل الكلوي بدون غسيل الكلى وأخذ الأدوية اللازمة، وإلا فإن خطر الموت يهدد المريض. الأرقام كبيرة جدا كما تابعنا، وتصل إلى 12 ألف مريض يواجهون خطر الموت إن لم يجروا عمليات غسيل الكلى وزراعة الكلى بشكل عاجل خلال اليومين المقبلين. حالة مأساوية دفعت السودانيين للتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه نداءات استغاثة لإنقاذ ذويهم وأقاربهم، ونحن هنا نرصدها وننقل أبرزها، ننقل أبرز تلك النداءات لنكون جزءا من صوت السودانيين الذين يحتاجون لتحرك عاجل. سارة الحاج كتبت على تويتر: يا جماعة خالي نفسه متضايق شديد، عاوز الأكسجين ده ضروري جدا من أي صيدلية في المعمورة، مرفقة صورة الأكسجين المطلوب. هديل أيضا وجهت نداء على تويتر، بحثت فيه عن مركز غسيل وكتبت: يا أخوانا عايزة مركز أو مستشفى يكونوا شغالين غسيل كلوي، ضروري حالة مستعجلة، وياريت يكون في بحري والحتات اللي حواليها. الدكتور كمال الشريف وجه نداء مشابها قال فيه: حاجة عاجلة جدا لفني غسيل كلى بمستشفى النو، الناس تعبانة ووقفة صفوف للغسيل. آخرون فقدوا حياتهم بالفعل بسبب تأخير عملية غسيل الكلى، كهذه الحالة التي كتب فيها حساب يحمل اسم عزام: أنا عمي توفى بسبب عدم غسيل الكلى. السودانيون يحاولون التفاعل والإفادة بأماكن المستشفيات والمراكز التي تتوفر فيها العمليات المطلوبة، ننقلها هنا علنا نساهم أيضا بإيصالها للمتابع السوداني. حساب يحمل اسم حساب الشاذلي كتب على تويتر: مركز زينب حاج العوض لأمراض الكلى فاتح في مدرسة مبارك زورق الثانوية بنين، أيضا كلية جريف شرق التقنية. حساب يحمل اسم نواد أيضا علقت على تويتر: قسم الكلى التقني أو قسم الكلى الفني بمستشفى بشائر شغال للناس العاوزة غسيل كلى. طبعاً نحن بنغسل وشغالين طبعاً من بداية المشكلة، فالمهم بنجي لكن بنعاني من حاجة واحدة، بنعاني من الطريق، يعني كعب النمرة الأولى، يعني مشاكل
والنمرة الثانية بعد ذاك يعني الظروف ذاتها خلتنا إنه شنو الواحد يصل وما يلقى البرج الشافعي يعني على أساس إنه يأكل، لأن في يدنا خلاص خلصت، والآن يعني الوضع تعبان شوية. إحنا والله إذا في إلحاح بنقول دارين وسيلة لإيصال الكوادر عندنا في المستشفى، يعني في كوادر ممكن دارية بادر ممكن دارية المستشفى، لكن ما قادرين وسيلة ما لقين وسيلة توصلهم المستشفى. برغم المشكلة دي برضو العيانين قد يكونوا محتاجين المستشفى، لكن برضو ما لقين وسيلة يصلوا بها. لكن إحنا في المستشفى على الدوام بنوفر خدمات علاجية، الطوارئ مفتوحة، المستشفى فاتحة، بنستقبل الحالات رغم الظروف الصعبة دي، لكن إحنا إيمانا منه ده واجبنا المهني واجبنا الطبي تجاه أهلنا وأطفالنا. ينضم إلينا في الاستوديو دكتور هشام حسن، الرئيس السابق لجمعية أطباء الكلى في السودان. مرحبا بك دكتور هشام. بالنسبة للقطاع الصحي، مرضى الكلى على وجه التحديد، يعني هناك مناشدات كبيرة، كيف يمكن مساعدة هؤلاء الناس؟ يعني من يعمل الآن في هذا المجال في الداخل؟ بصراحة في تيم كبير جدا من الأطباء واستشاري الكلى ما زال يعمل بالسودان، وما زالوا مرابطين حتى في معظم المراكز اللي هي ما زالت تعمل. المشكلة الرئيسية الآن هي مستهلكات غسيل الكلى. يعني صحيح في نقص كبير في الكوادر الطبية من ناحية ممرضين أو نحو، لكن حتى العدد الموجود عشان يمارس مهمته الطبية ويمارس عمليات جلسات غسيل الكلى ومتابعة مرضى أو زارعي الكلى، بقت الحكاية محتاجة لمستهلكات غسيل الكلى. حسب تواصلنا مع الإمدادات الطبية، هي اللي بيتم توزيع الجلسات الغسيل بصورة مركزية من الإمدادات الطبية. أحب أكد أنه الغسيل الكلى في السودان مجاني، بتوفر الدولة، وبيتم توزيع المستهلكات والماكينات أزول من الإمدادات أو اللي هي الإمدادات الطبية. الإمدادات الطبية على حسب اتصالي بهم الأخير إنه مخزونهم قد ينفذ في خلال 7 أيام من الآن، لأنه ما دخلت أي شحنات في الفترة الفاتت، وحتى العطاء اللي كان يتقدم عشان يجيبوا supply for the coming 2 years العطاء ده أنجز قبل شهر تقريبا ولم ينفذ حتى الآن بسبب المشاكل الموجودة. أحب أوضح أنه غسيل الكلى هو مهم جدا لحياة المرضى، لأنه هي الكلية هي الجزء الحيوي في جسم الإنسان اللي بتخلص من السموم الموجودة في الجسم. الآن يعني يمكن أن تؤجل جلسة يوم أو ساعة أو ساعتين، ولكن لا يمكن تجاوز هذه الجلسة. هو المشكلة أنه أصلا المرضى جايين بسقف متدني، لأنه إحنا الجلسات اللي بيتبرع بها المركز القومي للكلى في السودان هي عبارة عن جلستين out of three، يعني الناس في العالم كله بيغسلوا 3 جلسات في الأسبوع، إحنا المرضى بيتلقوا جلستين في الأسبوع. فتخيل أنت كأنك يعني إذا علمنا أن الكلية الطبيعية بتشتغل 24 ساعة في اليوم، إحنا عندنا المريض بيغسل يومين في الأسبوع، فتخيل كمية السموم اللي ممكن تكون متراكمة والسوائل المتراكمة في الجسم. لما يحصل انعدام تام للغسيل في أسبوع من الأسابيع، النتيجة حتمية معروفة هي حتكون الوفاة. طيب. القطاع الصحي هذا تابع للسلطة التنفيذية للحكومة السودانية. من خلال متابعتك يا حكيم، القطاع الخاص يعمل الآن كذلك أو أن الظروف؟ هو الكل الغسيل طبعاً زي ما قلت لك، لأنه هو مكلف جداً. فكل السبلاي معظم السبلاي بيكون سنتر السبلاي عن طريق الإمدادات الطبية المركزية اللي هي في السودان واللي هي بتتولاها الدولة. يعني فالمخزون عندهم حتى نفس المخزون الشركات اللي بتورد للسنتر الستور المركز المخازن المركزية، ومنها بيتم التوزيع للمراكز المختلفة، وقد تبيع الإمدادات الطبية نفسها للمستشفيات الخاصة إذا احتاجت. الآن لا في المستشفيات الخاصة ولا في المستشفيات الحكومية المراكز قادرة تعمل بكفاءة. عدد مراكز الكلى الموجودة في ولاية الخرطوم 35 مركز، يعمل منا اليوم 23 مركز، لأنه معظم المراكز الأخرى
متوقفة لأنه في انقطاع للمياه لأنه الغسيل بيتم عن طريق استعمال تنقية المياه لإجراء عملية الاستصفاء الدموي. طيب هل من استخدامات طبية بحكم الاتصالات مع المنظمات الطبية العالمية المعنية بطبابة الناس بحقوق الناس أطباء بلا حدود غيرهم، يعني هل هذه هي المناشدات أدت لشيء ما دكتور؟ والله لحد الآن هي كلها وعود، لكن على سبيل المثال احنا هسي بالنسبة للمرضى زارعي الكلى عندنا حوالي 4000 مريض زارع في السودان. السبلاي الموجود الآن يمكن يكفي لشهر عند بعض المرضى في الولايات، لأنه بياخذوا جرعاتهم المرضى اللي هم زارعين قبل فترات طويلة بيجوا ياخذوا الجرعات لمدة شهر أو شهرين ويروحوا على ولاياتهم. لكن المرضى زرعي اللي هم زرعوا حديثا ديل بيتم تغيير الجرعات بصورة دورية، يعني مرة كل أسبوع إلى أسبوعين إلى ثلاثة، وديل تقريبا 105 مريض الآن أنا اللي عرفته من الإدارة بتاعت المركز القومي في السودان إنه ما عندهم أدوية، بيستلفوا بيستعيروا الدواء من المرضى اللي هم كانوا زارعين قبل سنتين وثلاثة، لأنهم بيستحملوا الناس زي شير الأدوية اللي باقي عندهم. هتحصل كارثة كبرى إذا ما تم يعني التسهيل وصول هذه الأدوية في أقل من 7 أيام. إذن هيفقد 150 مريض الآن في خلال الأسبوع القادم كلاهم المزروعة، وإذا فقدها معناه حيموت لأنه ما في مركز حيقدر يغسل فيه، لأن المراكز الموجودة الآن سعتها الاستيعابية فوق طاقتها لأنه في مراكز معطلة واقفة لعدم وجود الكهرباء والماء. طيب دكتور هذا نداء عاجل الآن، يعني نريد أن نوضح هذا الموضوع بشكل سريع جدا ويظهر على شاشة الحدث الآن 150 مواطنا سودانيا الآن زارع الآن قد يفقد كلاه في خلال أسبوع، وفي خلال شهر إذا ما توفر السبلاي حيفقد 4000 مريض كلاهم ديل الزارعين. بالنسبة للناس اللي بيغسلوا عندنا 8571 تقريبا مريض بيغسل، ديل السبلاي بتاعهم على حسب الإمدادات الطبية الموجودة الآن بيكفي لحد يوم 15 مايو. بعد يوم 15 مايو حتكون كارثة، لأنه في احنا بنحتاج ل 98000 جلسة في الشهر. طيب دكتور على هذه الكاميرا رسالة لمن يشاهد الحدث هي الآن. رسالة أنا أفتكر الجهات اللي عشان نكون إحنا براكتيكال أو موضوعيين، الأدوية بتاعت الزراعة الناس تواصلت مع واحد من الأدوية المهمة جدا الأدوية المثبتة للكلية المزروعة. نعم. هي 3 أنواع اللي هي فيها سايكلوسبورين والبروغراف بيسميهم بالمسميات يعني، وفي سيلسيبت أو المايكوفينيليت والأذاثيوبرين، دي الأدوية أساسية عشان تثبت الكلية المزروعة. في أهم أدوية من الأدوية التي ذكرتها هي التاكرولايمس أو البروغراف. اتصلت مجموعات من مجموعات الأطباء بتاعين الكلى عندنا عموما في السودان وفي خارج السودان بشركة الحكمة اللي هي الوكيل للأدوية في الأردن. نعم. وتبرعوا ب200 ألف حبة، دي بتكفي لمدة 3 أسابيع. المشكلة إنه 200 ألف حبة تبرعت بها الشركة الآن، لكن الإجراءات المكتبية في الأردن لسه ما اكتملت. إحنا بناشد يعني الهلال الأحمر في الأردن إذا أمكن إنه هذه الشحنة لأنها عاجلة وتسيف المرضى الزارعين لمدة 3 أسابيع ترسل بالطائرة إذا أمكن، لأنه أنا حسيت إنه لقينا إنه في محاولات إنها تبعث عن طريق البحر وبتأخذ أكثر من 7 إلى 14 يوم حيكون توليت لمرضى كثير. دي الحاجة العاجلة الآن، لكن أنا أناشد كل منظمات الهلال الأحمر في الدول العربية، الأمارات، السعودية، قطر، في كل الدول العربية هم عندهم إمكانيات إنه يضغطوا ويرسلوا الأدوية دي بأسرع ما يمكن ويخلوا الطرفين يستفيدوا من الهدنة، لأنه هسه الآن في هدنة 7 أيام. أنا أفتكر إذا الناس قدرت توفر سبلاي لستة أشهر، لأن الحرب دي ما عارفين حدها حيكون متى، قد يصل شهر، قد يصل 6 أشهر، قد تصل إلى أكثر من ذلك. طالما إحنا عندنا فرصة ذهبية الآن لمدة 7 أيام، أنا أفتكر إذا الناس قدرت توفر فيها السبلاي بتاع 6 أشهر للمرضى ديل، لأنه حيكون موت جماعي، يعني تتكلم عن 12000 مريض حيموتوا بدون رصاص. نعم. شكرا جزيلا لك في الاستوديو دكتور هشام حسن الرئيس السابق لجمعية أطباء الكلى في السودان، وعسى هذه المناشدة تصل بشكل سريع إن شاء الله. ربنا يسهل إن شاء الله.
ووسط الاشتباكات يكافح سكان في أمدرمان من أجل شراء المنتجات الغذائية الأساسية مع ارتفاع حاد في الأسعار. تنتظر هاتان السيدتان السودانيتان دورهما أمام فرن الخبز في أمدرمان، فالمثل الشعبي القائل أعطي الخباز خبزه لو أكل نصفه لم يعد يطبق اليوم، فلا الخباز ضامن أن يكمل إنتاجه اليومي ولا الزبون يعلم كم كيلومتر سترمي به الاشتباكات بعيدا عن بيته ومتى. الأسعار كانت هادية إلا أن الأسعار السابقة يعني حاجة كده الناس ما بتخيل ذاته، مع ذلك أنه ما في دخل، الناس قاعدة في البيوت خايفة ما في دخل، الناس بيستغل، نلقى تجار الأدمات هم برضو بيستغلوا المواطن، هو بيستغل المواطن، أخو المواطن. يكافح سكان أمدرمان للحصول على الحبوب واللحم والخبز وكل المواد الأساسية. استبدوا هذه الأسواق مزدحمة بالمحال التجارية على مد النظر، إلا أنها تكاد تخلو من البضائع. أسعار الحاجات والله زايدة شديد، يعني بالرغم أن البلد فيه حروبات لكن في ارتفاع للأسعار، حتى المواطن البسيط ما قادر يشتري مستلزماته. على وقع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع ترتفع أعمدة الدخان هذا في سماء الخرطوم، وحتى اللحظة لم يتمكن أحد من إخمادها كلياً، وترتفع معها أسعار المواد الغذائية في بلد يحتاج كل يوم لآلاف من صناديق المساعدات الأممية. هلا العلي، الحدث. إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن أوكرانيا لا تهاجم بوتين أو موسكو لكنها تقاتل على أراضيها، وأضاف أن بوتين زيف الهجوم من أجل تحفيز شعبه للالتفاف حول الحرب. رئيس أوكرانيا قال أيضا إن بلاده لا تسعى لقتل بوتين لكنها تترك الأمر للمحكمة، في إشارة إلى مذكرة اعتقال بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية والدعاوى الأوكرانية الأخرى بشأن ارتكاب جرائم حرب. من كييف ينضم إلينا الدبلوماسي والمستشار السابق فولوديمير شوماكوف. من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف. مرحبا بكما. أبدأ من عندك سيد سيدروف، ما حقيقة ما نقل عن الجانب الروسي بأن كييف هي من حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني، والجانب الأوكراني يقول بأنه لا يفعل ذلك لأن ردة الفعل يحسب لها حساب، قد تكون متطرفة. تحية لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم، أهلا وسهلا. أعتقد بأن الأمور كانت تتجه نحو يعني وقوع مثل هذه الحادثة، لأن المسيرات التي استخدمها الجيش الأوكراني بحق أراضي روسيا كانت هذه الحالات كثيرة في الأيام الأخيرة. هناك استهداف لمستودع الوقود لمستودع النفط، وهناك أيضا استهداف قطار أو فيسيكا الحديدية، والقطار خرج عن مساره بنتيجة هذا الاستهداف، وهناك عدد من الاستهدافات الأخرى. ولذلك يعني لم يكن ما حدث ربما أمرا مفاجئا بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتوقعون أن يعني المسيرات ستأتي إلى موسكو في نهاية الأمر، وربما لم تكن هذه المسيرات يعني معقدة من حيث تركيبها، وإنما كما يقول الخبراء مجرد مسيرات من صنع يدوي يمكنها أن تصل إلى العاصمة الروسية ربما بدون أن تسجلها الأجهزة التابعة للدفاعات الجوية الروسية. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا دار الحديث عن عمل تخريبي
فهناك فرضية بأن من قام بهذا العمل ربما كان متواجدا إما في موسكو أو في منطقة قريبة من العاصمة الروسية، وبالتالي يعني هذا الأمر ربما سهل على منفذي هذه العملية القيام بها في وقت في ليلة الماضية. طيب سيد شوماكوف، ما الذي يعني يمكن صحه سيد يفغيني، سيد فولدمير شوماكوف، ما الذي يمكن ان يعني تكون عليه هذه العمليه، يعني مساله الحديث والنفي، الا يمكن ان يكون كذلك اشاره على ان بالفعل كييف هي من تحاول، خاصه وان اتهامات كييف لموسكو كبيره، بالتحديد الرئيس فلاديمير بوتين والقول بانه يريد السيطره على كافه الاراضي الاوكرانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة من أوكرانيا. بصراحة أنا شخصيا لا أصدق بأن جيش روسي عاجز لحماية جو في كريملين، وبصفة عامة سؤال مطروح على طاولة، من حقق هذا؟ في عدة من الإصدارات، واحد منها بأن أوكرانيا، ولكن أكيد أوكرانيا هي رفضت من هذا، وأفاد سيد زيلينسكي بأن أوكرانيا غير متوارطة بهذا الهجوم مسيرات. كمان موجود الفكرة بأن من الممكن حقق هذا الهجوم المقاومة محلية تحت الأرض، يعني داخل روسيا موجود الفلك متطوعين روس، وكمان الفكرة بأن هذا استفزازات روسية. أنا بصراحة شخصيا أعتقد بأن هذا استفزازات روسية، هذا ذريعة روسية لي استخدام أي أسلحة من الممكن على أوكرانيا، هذا كمان ذريع لكسف حي إداري هنا في أوكرانيا، كسف كمان مكر سيد زيلينسكي، وكمان بالمناسبة هذا ذريع لعدم تمديد اتفاقية الحبوب مع أوكرانيا في أقرب الوقت. بالمناسبة إذا أوكرانيا أرادت تحقيق الاغتيال لبوتين، فأوكرانيا كسفت مكر بوتين نوفا غاريوفا، إنها تقريبا 30 كيلومتر من كريملين. طيب سيد يفغيني، يعني ألا يمكن أن تكون هذه كذلك مناورة يمكن أن تستخدم أو تستخدم ضد الجانب الأوكراني؟ يقول بعض من يتابع الملف بأن كييف لا تفعل هذا الآن. لا، هناك أمرين لابد من لفت النظر إليهما برأيي، وهو أولا أن هذه الحادثة كانت تتزامن تقريبا مع الإعداد للاحتفالات بعيد النصر، وعيد النصر هو أحد أهم الأعياد لدى الشعب الروسي، وبالمناسبة لدى الشعوب الأخرى التي كانت تقطن في الاتحاد السوفيتي السابق، بما فيها طبعا أوكرانيا التي هي الأخرى تكرم ذكرى أبطال الحرب العالمية الثانية من الاتحاد السوفيتي. ولكن الهدف الذي ربما وضعه نصب عيونهم أولئك الذين نفذوا هذه العملية هو ربما ليس اغتيال الرئيس الروسي، وإنما تخويف الناس وتخويف الشعب بأن هناك يعني قدرة لدى الجانب الأوكراني بالوصول إلى موسكو، الوصول إلى الكريملين، وهذا تزامنا مع الاستعدادات لبدء هجوم أوكراني مضاد. وكأنها أوكرانيا ترسل يعني رسالة أو توجه رسالة إلى موسكو بل وإلى العالم بأنها قادرة ليس فقط على استرجاع أراضيها كما تتحدث عن ذلك، وإنما قادرة على الوصول إلى الكريملين، وبالتالي يعني هذا الأمر شبيه بحملة نفسية أو حملة ربما تصاحب الإعداد للهجوم المضاد الذي طال انتظاره في الأيام والأسابيع الأخيرة. طيب سيد شوماكوف، ماذا تقرأ من تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هذا الموضوع والقول بأنه واشنطن تحاول التأكد من 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 هذا الموضوع، وفي الوقت ذاته قالت بأن كييف لها الحق في الدفاع عن نفسها؟ أولا ينبغي إدراك بأن سيد بلينكين هو دبلوماسي أولا، وثانيا كما نحن كمان نشاهد بأن أمريكا موافقة مع أوكرانيا بأن بصفة عامة أوكرانيا غير مسؤولة لتحقيق مثل هذه الهجوم بمسيرات. بالمناسبة نحن اليوم وجدنا في خرسون الرد
من روسيا. روسيا كصفت معذرة بشكل عنيف مدينة خرسون، حصلت ضحايا الآن أكثر من 15 شخصا ومنها قتلى يعني وجرح أكثر من 50 شخصا ومنهم شكراً. صديقي. نعم شكرا جزيلا لكما من كييف الدبلوماسي والمستشار السابق فولدمير شوماكوف، وكذلك من موسكو أشكر المحلل السياسي الروسي إيفغيني سيدروف. ساعد نفسك السماء ستساعدك. بهذا المنطق أصبحت فرنسا تتعامل مع لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت. وفق منظور الكاتب الفرنسي رينو جيرار قال إن ذلك ظهر جليا في مؤتمر باريس حين طالبت فرنسا من لبنان بتنفيذ إصلاحات مرتبطة بقطاعي المصرفي والطاقة. مقابل ذلك تعهدت فرنسا بالإفراج عن منح وقروض للبنان من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وبحسب صحيفة لوفيغارو غالبا ما تكون مبادرات فرنسا الدولية جديرة بالثناء، لكنها عموما تنتهي إلى نتيجة تتعارض مع آمالها، وهذا الذي حدث في لبنان. فالمشكلة بحسب تقدير الكاتب جيرار تكمن في فشل قادة الأحزاب اللبنانية الكبرى بالاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية رغم مرور 6 أشهر. وفيما لا يمكن انتخاب سوى شخصية توافقية في لبنان، فإن فرنسا لا تطالب إلا بثلاثة أشياء: تنفيذ إصلاحات وانتخاب رئيس ووزراء إصلاحيون ورئيس جمهورية لا يعيق الإصلاح. لكن ما أثار دهشة الكاتب كما الإصلاحيين اللبنانيين أن فرنسا كانت تشجع سرا ترشيح سليمان فرنجية لمنصب رئيس الجمهورية مع علمها أنه متحالف تماما مع دمشق وطهران، وهذا ما جعل الكاتب لا يستبعد أن تسعى فرنسا ذات يوم لإعادة سوريا وإيران إلى ساحة الأمم ومنحهما مفاتيح لبنان، معتبرا ذلك غير منسجم تماما مع استراتيجية باريس المعلنة. وهنا قال الكاتب: بما أن سوريا وإيران تتحكمان برئيس مجلس النواب اللبناني، فلماذا تريد باريس منح الدولتين أيضا مقعد رئيس الجمهورية؟ ألا يجب استغلال المصالحة الإيرانية السعودية للتوصل إلى شخصية إصلاحية حقيقية؟ إذن مشاهدينا من بيروت ينضم إلينا الدكتور رئيف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. هل يعني هذا المقال بأن فرنسا من الممكن أن تتراجع عن تبنيها ترشح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية؟ من الممكن جدا أن تتراجع، إنما سابقا في العام 2016 قام الرئيس الفرنسي هولاند في ذاك الوقت بالاتصال بسليمان فرنجي شخصيا وتهنئته كونه سينتخب لرئاسة الجمهورية، إنما لسوء حظ فرنجي ولسوء حظ اللبنانيين قد أتوا بميشيل عون رئيسا للجمهورية، والآن تتكرر نفس القصة ذات الموضوع بأن فرنسا تقول شيئا علنا وتفعل شيئا آخرا مضمرا. فرنسا تدعم سليمان فرنجي للوصول إلى رئاسة الجمهورية وهو مرشح الثنائي حزب الله وحركة أمل ومرشح دمشق وطهران معا. وسليمان فرنجي قال عدة مرات بأنه يفتخر بهذه الصداقة ويفتخر بتاريخه الداعم للسلاح غير الشرعي في لبنان ولدخول حزب الله في معارك سوريا والعراق واليمن، ولم يتراجع يوما عن هذه المقولة وعن هذا الترداد. إنما قام الرئيس الفرنسي ماكرون بعدة محاولات مع لبنان لانتخاب رئيس الجمهورية ولم يكن هذا الأمر سرا. لقد ذهب سليمان فرنجي مرتين إلى فرنسا والتقى بكبار الإداريين فرنسا والمخابرات الفرنسية وتقدم بضمانات ليست فقط شفهية إنما أيضا ضمانات خطية
بمسعى لإرضاء المجتمع العربي بأن لبنان برئاسة فرنجية سيمكن أن يعيد العلاقة الجيدة بين لبنان. دكتور رئيف، ما مصلحة فرنسا بدعم سليمان فرنجية إذا سمحت لي؟ نريد أن نعرف يعني كذلك يعني نعم. هذا السؤال. مصلحة فرنسا ليست فقط في لبنان كونها الراعي الأول في لبنان والمكلفة من الولايات المتحدة ومن الغرب عامة بتشجيعها على مسك الملف اللبناني. هناك أيضا مصالح فرنسية لشركة توتال في العراق، كانت إيران طهران قد سهلتها، وهناك مسعى فرنسي دائم للعودة إلى إيران وللسوق الإيرانية وتشجيع الصناعة الأيربوس والطائرات في إيران وشركات الرنو وشركات الرنو والبيجو وغيرها. وهناك مسعى ككل الدول الغربية للدخول إلى السوق الإيرانية وجذب وأخذ حصة من الاقتصاد الإيراني الذي يحتاج إلى إعادة انهاض وإعادة نهوض وإلى إعادة بناء، أخذ حصة من هذا الاقتصاد. وأيضا هناك مسعى فرنسي جاد لإعادة المشاركة في إعادة الأعمار في سوريا، وهناك عدة دلائل على تعاون فرنسي سوري وفرنسي إيراني ليس فقط في لبنان إنما أيضا في طهران وفي العراق وفي سوريا كما في لبنان. طيب دكتور رئيف، يعني سليمان فرنجية هو من يقدم نفسه للفرنسيين أو ثمت من يعمل له على ذلك، خاصة مع حديث بأن رجل أعمال أو يعني على وجه التحديد هو من يعني يتصدر هذه المهمة؟ نعم، هناك رجل أعمال يدعى الشاغوري له امتدادات في أفريقيا الغربية، وهو بنى ثروته في أفريقيا الغربية، وهو على شراكة مع ماكرون، وهو شريك أساسي في توتال إنرجي الشركة الفرنسية التي أخذت استثمار النفط في بحر لبنان، وأيضا لها امتدادات سواء في سوريا أو في العراق، وهي التي أخذت بحوالي 18 مليار دولار استثمارات في العراق بالزيارة الأخيرة التي قام بها ماكرون إلى بغداد. هذا الرجل هو من يدعم فرنجية، وهو من يقوم بحملاته، وهو من يدعم إعادة انتخابه وابنه إلى انتخابات النيابية، وأيضا هو من يقدم فرنجية أمام ماكرون ويسعى أن يتبناه ماكرون، ولماكرون مصلحة شخصية في هذه الاستثمارات التي تجري في نيجيريا وفي كونغو الديمقراطية وفي غيرها. وهنا تبرز المصلحة الشخصية المتوافقة مع المصلحة العامة في فرنسا، وماكرون بحاجة إلى انتصارات خارجية بسبب تدهور وضعه الداخلي وعدم وتدني شعبيته في الداخل الفرنسي بسبب قوانين قد أقرها مؤخرا بموجب الفصل الثالث من المادة 49. طيب دكتور رئيف، ما هي فرص وصول سليمان فرنجية إلى قصر بعبدة؟ معدومة، لأنه لا حزب الله ولا نبيه بري ولا سوريا ولا إيران ولا حتى فرنسا بإمكانهم الحصول على 86 نائبا في المجلس النيابي لتأمين النصاب، وإن لم ينتخب من الدورة الأولى للوصول إلى الدورة الثانية بأكثرية بسيطة هي 65 نائبا. لعبة النصاب التي أتقنها حزب الله في قبل انتخاب ميشيل عون، واليوم في هذه المرحلة التي تستمر منذ 6 أشهر ونيف، هذه اللعبة قد ترتد عليه وترتد على مرشحه، وبالتالي لا يمكن لأي فريق ولا لأي مرشح ينتمي إلى أي فريق الوصول إلى رئاسة هذا في مسألة لعبة الأصوات. اعذرني دكتور بأقل من دقيقة في لعبة الأصوات، ولكن ما مدى حصانة الطرف الآخر من أن تسحب منه أصوات وتأتي إلى مناصري سليمان فرنجية؟ هناك خطر خاصة عن بعض النواب السنة المنتمون إلى فريق الممانعة، أو يقال بأنهم ينتمون إلى تيار الرئيس الأسبق
سعد الحريري، هناك إمكانية لأن حزب الله بموجب القانون الانتخابي اللبناني قد مد يده إلى الطوائف الأخرى، إلى الطائفة السنية الكريمة وإلى الطائفة الدرزية وأساسا إلى بعض نواب المسيحيين. وهنا تكمن المشكلة، أن باستطاعة حزب الله تجميع بعض النواب غير الشيعة وضمهم إلى التصويت إلى سليمان فرنجي، غير أن سليمان فرنجي وإن وصل لا يستطيع أن يحكم، لأن الشارع اللبناني والأحزاب الأساسية في لبنان معادية له، وبالتالي لن يستطيع الحكم. وهنا يأتي دور المعايير، عندما تقول بعض الدول أنا لا فيتو على اسم أي شخص في لبنان، إنما الفيتو، إنما المعيار هو المطلوب، والمعيار هو أن يكون إصلاحيا وأن يكون معاديا للسلاح الغير شرعي وأن يقر السياسة الدفاعية. شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور رايف خوري، أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية. بهذا وصلنا إلى نهاية الساعة الثانية من أخبار الليلة، دمتم بخير وعافية، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.